برج الحمل، تتحسن الأجواء وتلمس تطوراً كبيراً، وتكون الحيوية في أوجها والمعنويات مرتفعة جداً. تنفتح أمامك أبواب عديدة، ويسهل عليك الانتقال من أمر إلى آخر، وتجد نفسك مرتاحاً في أجواء العمل والبيت وأيضاً مع الشريك. برج الثور، تجني أرباحاً كثيرة إلا أن السعي من أجلها يبدو دقيقاً. أما النصيحة فهي في التكتم وعدم التسرع في الكلام والمحافظة على بعض الأسرار، كما عليك عدم التسرع في التعبير عن الآراء أو إعلان الحرب من دون الاستناد على الوسائل اللازمة. برج الجوزاء، لا تتهور ولا تتخذ قرارات فجائية، والأهم من هذا كله عليك تجنب فرض الرأي على الآخرين والتفرد به، فالعناد والتشبت يضران مصالحك. أما عن قلبك فلا يعرف غليانًا وهو مشغول بمجال آخر، قد يكون مهنياً أو مالياً، أو اهتمام بابن أو ابنة يحتاجان إلى رعايتك. برج السرطان، قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها. أما عاطفياً، تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضيفان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له. برج الأسد، توقع عقداً وتضطر إلى مضاعفة العمل، وتبدو سعيداً بما تفعل وتستفيد من أي حدث عام يحصل. الأوضاع العاطفية ليست مشجعة ولا إيجابية، وطباعك عنيدة وصعبة بسبب الهموم المترابطة والمتزامنة. برج العذراء، تحاول الابتعاد عن المشكلات والمسؤوليات التي تضغط عليك، ويبهرك الجديد وتسعى إليه كأنه الشفاء لبعض الجروح السابقة. أما عاطفياً فالأجواء خالية من التشنج، وعساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك. برج الميزان، تجنب الانتفاضات والغضب، يتسلط الضوء عليك اليوم وتطاردك بعض العيون الحاسدة. تربطك علاقة وثيقة جداً ومميزة بأحد الذين يدورون في فلكك، وخصوصاً في النواحي الاجتماعية. برج العقرب، تكون هذا اليوم على موعد مع انطلاقة جيدة جداً، وتمارس صلاحياتك ونفوذك وسحرك، وتستقطب اهتماماً ودعماً وتأييداً كبيرين، كما تنجذب إلى شخص نافذ يلفت نظرك بموقعه المميز وقدراته الكبيرة وقوته، إلا أننا نحذرك من علاقات عاطفية ممنوعة. برج القوس، لا تعرض جهودك للضياع ويذهب تعبك سدى، يجب أن تخرج من أي امتحان منتصر. الظروف ضاغطة لكنها مهمة، لكن خفف من عصبيتك وحدد طباعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يولد بعض المشكلات بينكما، فتدارك الأمور سريعاً. برج الجدي، يمنحك هذا اليوم ثقة بنفسك والقوة لإنهاء أعمالك كلها بامتياز، ما يثير إعجاب الرؤساء والزملاء معاً، وتنال ترقية، كما تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتوضح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضاً، وتلاحق فكرة أو قضية سرية. برج الدلو، تبدو قوياً وقادراً وتتحدى كل المصاعب وتثبت قدميك وترفع التحديات بوجه المنافسين والخصوم، وتبدو واثقاً بنفسك ومسيطراً على الأوضاع. وانسى الإساءة وغض النظر عن الأخطاء إذا أردت السير قدماً بالعلاقة بالشريك إلى الأمام، وحاول أن تخفف عن كاهله وقف إلى جانبه. برج الحوت، يطرأ ما قد يثير مشاكل مع أحد المصارف أو سوء تفاهم مادي مع شريك ما شخصي أو مهني، فتتأزم الأمور ويمكن أن تصل إلى المحاكم. أما عاطفياً فأنت تعيش شهر عسل متواصل مع الشريك، مرده التفاهم والانسجام الكامل بينكما في كل النقاط المطروحة للمعالجة.